في الفترة مشاهدينا بين 14 إلى 20 نوفمبر بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلق هذا الحدث الهام اللي يهدف لتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات على اختلاف معتقداتهم وخلفياتهم الثقافية. فنتعرف أكثر في هذا التقرير مع فهيمة. مين؟ فهيمة. ما اسمها؟ فهيمة. اكتبيها اكتبيها. مين؟ فهيمة. فهيمة. من أجل غد أفضل للبشرية، إكسبو 2020 يسعى لتقريب فكر المجتمعات باختلاف ثقافتها ومعتقداتها ودياناتها وتعزيز مبادئ التسامح والتعايش عبر استضافة أسبوع التسامح. إكسبو يعتبر منصة عالمية رائعة ومهمة جدا لنشر رسالة التسامح والتعايش والتنوع الثقافي. الإنسان كان محور أسبوع التسامح ونقاشات كبار صانعي السياسات وقادة الأعمال والفكر من مختلف دول العالم، فركز جانب منها على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة التفاوت في الدخل بين سكان العالم واختلاف الفرص بين الأفراد وكيفية بناء مجتمعات قائمة على التسامح والتعايش السلمي. وبالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح لليونسكو في 16 من نوفمبر، ألقي الضوء كذلك على القدرات الإبداعية للشباب من مختلف الجنسيات والخلفيات. لقد كنت جزءا من المحادثات عن الإدماج الرقمي وأهمية التكنولوجيا ودورها في التمكين والتسامح وكيف يمكن إدماج كل أفراد المجتمع في هذا المجال. النقاشات حول التسامح بحد ذاته يعد رسالة مهمة للعالم، خاصة دور التكنولوجيا في مكان العمل، وأتمنى أن ينتشر استعمال الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. أسبوع التسامح الذي يستمر لغاية 20 نوفمبر شدد إذن على حاجتنا الماسة إلى التقدم التقني والتكنولوجي واستخدامه بشكل أخلاقي، إلى جانب تعريف العالم بأهمية المساواة بين الجنسين من خلال عرض تجربة الإمارات المتميزة في هذا المجال وتمكينها للمرأة في أماكن العمل. في أسبوع التسامح أيضاً، الجناح الإيطالي كان مسرحاً لعدة فعاليات، منها قمة الأديان والتي كان الحد من التعصب والتطرف أهم محاورها. حتى الفن كان حاضراً في هذا الحدث الهام من خلال فعالية الفن من أجل الخير، والتي ركزت على دور الفنون في تعزيز رعاية الأفراد وكوكب الأرض، وكيف أن الفن على مر العصور كان أداة قوية للبشر للتعبير عن أنفسهم وإنسانيتهم، وكيف أنه قادر حتى يومنا هذا على تعزيز التعاون العالمي والتعاطف وفهم بعضنا البعض والعالم من حولنا. شكرا لفهيمة على هذا التقرير الأكثر من رائع، وراح نتكلم بتفاصيل أكثر. نتكلم تفاصيل أكثر عن هذا الحدث الهام. يسعدنا نستضيف عبر زوم السيدة مها القرقاوي، نائب رئيس أول الشؤون السياسية في إكسبو 2020. يسعد صباحك ويا هلا وسهلا فيك. صباح الخير. يا مرحبا. صباح النور. يا مرحبا، شاكرة استضافتكم. هلا. أسبوع التسامح حدث مهم جدا استضافته إكسبو 2020، إيش هي أهميته؟ يمكن بداية نعرف المشاهدين أن إكسبو 2020 هي منصة فعلية، منصة لجمع الناس، لجمع الثقافات، لجمع المجتمعات، لجمع الحكومات، عشان نقدر نجتمع ونقدم حلول عملية. ويمكن مدينة دبي ودولة الإمارات تستضيف إكسبو 2020 تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل. لما نتكلم عن تواصل العقول وصنع المستقبل، التسامح والتعايش جزء من أو ركيزة أساسية لصنع مستقبل أفضل. وأكيد التسامح والتعايش كان نهج حكام دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد. طب كيف تشوفين هذه المبادرة من دولة الإمارات؟ طبعا هي مبادرة من دولة الإمارات، ولكن بمشاركة من 192 دولة أكدت مشاركتها في إكسبو 2020. عملنا نحن كمنظمين في إكسبو 2020 مع شركائنا الدوليين، مع الأكاديميات، مع الدول، مع شركائنا الاستراتيجيين، لأن يكون محور التسامح والتعايش على رأس جدول أعمالهم، إيمانا منا بأن
بأهمية المساواة، بأهمية التسامح الديني، بأهمية التعددية الثقافية. يمكن نذكر في تقريركم قبل شوي أن أسبوع التسامح يقام من 14 إلى 20 نوفمبر. هدف دولة الإمارات اليوم هو يعني مثل ما نقول توفير منصة تمثل الأصوات المتنوعة اليوم في العالم. نتكلم عن منصة فريدة، 192 دولة موجودة في دولة الإمارات لمدة 6 شهور. وهذا أستاذ مهر، هذا يخلينا نسأل أنه كيف يساعد الموقع في إكسبو 2020 اللي يجمع 192 دولة ما شاء الله في مكان واحد، كيف يساعد في تحقيق أهداف هذا الأسبوع؟ أكيد، يعني مثل ما قلت لك هي حوارات قائمة، أحداث مهمة مثل ما ذكر في تقريركم. يمكن لأول مرة خلال أسبوع التسامح والشمول أقيمت القمة العالمية للأديان في الجناح الإيطالي يوم أمس، والمشاركة في هذا الأسبوع بالذات يعني من 192 دولة بصراحة يعني منصة فريدة قد لا تتكرر. 192 دولة بمختلف ثقافاتها، بفنها، بتوجهاتها، برؤيتها، تشارك بصوت واحد، بإيمان واحد بأن التسامح والشمول. ولما نتكلم عن التسامح يمكن ما نتكلم فقط عن التعددية الدينية، ولكن اليوم لما نتكلم عن التسامح والشمول نتكلم عن المساواة بين الجنسين، نتكلم عن كيف أنت تدخل مثلا الناس مثل ما يقولون الاحتياجات الخاصة وغيرهم في جو العمل. أمور كثيرة تندرج تحت التسامح، أمور كثيرة ومواضيع كثيرة تندرج تحت الشمول. لذلك دور دولة الإمارات دور محوري. يمكن 2019 مثل ما نعرف كلها كانت عام التسامح في دولة الإمارات، فكان لابد من أن يكون التسامح والشمول ركيزة أساسية وتكون أحد محاور أسبوع 2020. طيب هل تتوقعون أنه يتكرر هذا الحدث في دول أخرى وفي مناسبات دولية أخرى؟ أكيد بلا شك. يعني يمكن نشوف المشاركات من جميع الدول اللي شاركت في أكسبو 2020. التسامح والشمول مثل ما قلت أحد أولى يعني أجندتها. اليوم نحن نعيش في دولة الإمارات، يمكن أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل بسلام في دولة الإمارات. التسامح متجذب في نسيج وثقافة دولة الإمارات، وهذا ما رأيناه أيضا من جميع شركائنا الاستراتيجيين المشاركين في أكسبو 2020. سيدة مها القرقاوي، شكرا جزيلا لك، يعطيكم ألف ألف عافية، وكل عام والعالم أكثر تسامح إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. شكرا جزيلا.